بلد بتاعت شهادات صحيح، أول إفيه يكتب تاريخ ميلاد زعيم الفن. بس لحظة كده، لو هي بلد بتاعت شهادات صحيح، تفتكروا الزعيم عادل إمام كان هيبقى إيه؟ ليه؟ شاب عشريني معاه بكالوريوس في الهندسة الزراعية، بيحسن إنتاج محصول الكرنب، أو موظف حكومي في وزارة الزراعة، بيتربع على عرش الدرجات الوظيفية. ولإنها مش بلد بتاعت شهادات صحيح، بقى عندنا عادل إمام. مشاغب وحبيب، بس إيه؟ حريف، شاهد ما شافش حاجة غير إزاي يدخل قلب الناس حتى لو ما قالش أي كلمة. ده جاي لنا بقى. استوى على خشبة المسرح في الستينات، واستكشف موهبته في السبعينات. أفلام كتير وأدوار مختلفة وإفيهات بنقولها لحد النهاردة. وفي التمانينات بقى الغول، كل فيلم له حدوتة وكل سخرية انتوا عارفين بقى، معلش أصله كان غاوي مشاكل. أما في التسعينات كان اللعب مع الكبار، وبصحبة وحيد حامد وشريف عرفة اتكتبت أهم نجاحات للسينما المصرية بإيد الزعيم. ومن الألفية التانية لعب دور صاحب السعادة، ضحك من القلب ينسيك كل الهموم. أفلام ومسلسلات ومسرحيات ممكن ما تقدرش تعدهم، بس لو انت واحد من محبين الزعيم قول لنا اسماء افلامه اللي اتقالت في الفيديو ده، والحسابه بتحسب. الساعه 5 بالليل والحسابه بتحسب. يوه صحيح، احنا عاملين الفيديو ده علشان نقولك كل سنه وانت طيب يا زعيم. مش انا عيد ميلادي النهارده؟